الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار القضاء. فنحمده تعالى على السراء والضراء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، والفوز بالجنة دار القضاء. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش موضع القدمين. لا تسألن عن كيف ولا أين، لأن الإله فوق الأين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان أجمل من الشمس في ضحاها، وأوضح من القمر إذا تلاها، تولى أمر الأمة ورعاها، فمرحبا بمن صلى على الحبيب محمد. سل الحبيب محمد عن أرض الحرمين، وسل الحبيب محمد حينما اشتد به الجوع وربط على بطنه بحجرين، وسل الحبيب محمد حينما خير بين أمرين إلا اختار أيسر الأمرين. فصلوا على الحبيب محمد فهو إمام الدارين. فأين الموحدون بالله؟ نحن نعيش في عشرة، أول عشرة من ذي الحجة، وأغلب الناس يقولون بأن أهم عشرة في السنة هي العشرة الأخيرة من رمضان، ولكن رب العزة من حبه إلينا أعطانا فرصتين. العشر الأخيرة من شهر رمضان فيها ليلة القدر، وهي خير ليلة في هذه الأيام، لأن نزل فيها القرآن الكريم، نزل القرآن الكريم في ليلة القدر في العشر الأخيرة من شهر رمضان. والفرصة الثانية العشر الأولى من ذو الحجة، لأن اختتم بها القرآن الكريم في حجة الوداع. نزلت آخر آية على الحبيب محمد في حجة الوداع يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان ختام هذا اليوم: لم ينزل من السماء لا حلالا ولا حرام. ما اختتم القرآن الكريم، فهتستنى ان الحرام ينزل بالحرام؟ اختتم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاختتم القرآن الكريم في العشر الاولى من ذو الحجة في وقفة عرفة. فسمع يهودي من اليهود فقال لأصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله لو نزلت هذه الآية في الإنجيل، يعني في الإنجيل بتاعنا أو في التوراة، لاتخذنا هذا اليوم عيد. لما عرف مكانة الآية وعرف إن الآية دي مهمة بين المسلمين، قال: والله لاتخذناها عيدا لنا. فقال هذا الصحابي: ونحن أيضا نتخذها عيد لنا. وكان يوم عرفة
خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم يباهي الله تعالى به ملائكته ويقول لملائكتي: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شغصا غبرا، انظروا بأني قد غفرت له. فهذا اليوم يوم عيد، فأهم عشرة من ذو الحجة، لأن رب العزة أقسم بها في القرآن الكريم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. نحن في ناس من الأغلبية ما تعرفش إن ذو الحجة جت أساسا، الناس ملهي، اللي ملهي في العمل بتاعه، واللي ملهي بينه وبين أولاده، واللي ملهي بينه وبين بيته، وفي ناس ما تعلمش بإن العشرة جت أساسا، وفي ناس بتقول بإن العشرة صيام فقط، يعني خلاص أنا صمت مش قادر أصيم، يبقى ما فيش أعمال خير تاني. أي عمل تعمله خير في هذه الأيام الثواب فيها مضاعف. وابدأ حياتك بأول حاجة بالتوبة، إذا كنت مذنب، إذا كنت مقصر مع المولى عز وجل، إذا كنت مقصر مع نفسك راجع نفسك وراجع حساباتك، واستغل الفرصة الثانية وتب إلى الله واندم على ما فعلت وراجع حساباتك، لأن هذه الأيام العمل فيها مضاعف. بأول حاجة راجع نفسك وراجع حساباتك وتب إلى الله. العمل الثاني المبادرة إلى الأعمال الصالحة. أي عمل خير تشوفه كده قدامك اعمل. شوف جماعة أيتام كده اتواسى بيهم. يستحب الصيام، مش قادر تصيم العشرة، أي يوم يعجبك صيم. قيام الليل، قوم كده بالليل وصلي ركعتين، الأجر مضاعف. وما من رجل أيقظ أهله، يعني في ليل كده أيقظ أهله، يعني صح مراته، ليصلي ركعتين بالليل إلا غفر الله تعالى لهما ذنوبهما. والمرأة كذلك، لو كان جوزها نايم وأيقظت عشان يصلي ركعتين لله، لأن في هذه الأيام المباركة الدعاء مستجاب. إلا غفر الله تعالى لهما ذنوبهما. فالأعمال كثيرة والخير كثير، ولكن إحنا ملهيين، الدنيا لهدنا. أبو هريرة وعبد الله بن عمر حينما يدخل العشر الأولى من ذي الحجة يبدأونها بالتكبير، هم قاعدين كده يكلم ويهبل ويكبر ويهلل ويسبح في هذه الأيام، بيبدأ حياته وياخذ يومه كله وهو يكبر ويهلل ويسبح ويحمد الله تعالى. طب أنت من أول ما جاءت العشر شوف بعد 4 أو 5 أيام ايه اللي عملته؟ خير تقدم للمولى عز وجل وتقدم لنفسك في الآخرة. ايه الخير اللي انت عملته؟ اقل حاجة سبحت وكبرت وذكرت سيدنا النبي كم مرة؟ الأغلبية ولا مرة، لأن الدنيا كما قلنا لهتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاستغل هذه الفرصة بالأعمال الصالحة والأعمال الخيرة وبادر. ومن الأعمال الصالحة التوبة إلى المولى عز وجل، المبادرة إلى الأعمال الخيرة، الصيام في هذه الأيام، الصدقة على الفقراء.
وتضحي فيجب لك أن تقدم النية، لأنها سنة سيدنا إبراهيم. الثبات على الطاعة ولو بعد العشرة، ومن قبول الطاعة الثبات على الطاعة بعد الطاعة، أنك تثبت على العمل الخير بعد هذه الأيام، لأن هذه الأيام نفحات وخير كثير، ولكن القلوب انشغلت عنها. ففي هذه الأيام كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، ويكثر من ذكر المولى عز وجل، ويكثر من التسابيح، ويكثر من التكبير والتهليل في هذه الأيام. وعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه كذلك. فانتهت هذه الفرصة وتب إلى المولى عز وجل، وراجع نفسك وراجع حساباتك في هذه الأيام. والعمل في هذه الأيام مستجاب ويرفع إلى المولى عز وجل مباشرة، لأن رب العزة قال: واذكروا الله في أيام المعلومات. وهذه الأيام المعلومات هي العشرة من ذي الحجة. أقسم وقال والفجر، وقال واذكروا الله في أيام المعلومات، وقال واذكروا الله عند المشعر الحرام، وآيات كثيرة توضح لنا خير هذه الأيام. فالعمل الخير في هذه الأيام مستحب، والأعمال الخيرة في هذه الأيام تضاعف فيها الثواب والعمل الخير. وحتى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.